الحرية، الحرية في إطار التنمية تأتي تحت صنفين أو تصنيفين، هما الحرية السالبة negative freedom وتعني الحرية من القصر والإكراه وحرية الخطاب والرأي والانتماء والحركة، هذه ما يسمى بالحرية السالبة negative freedom. أما الحرية الموجبة positive freedom فهي القدرة على التمتع بالحرية بما يشمل حرية التملك والتطور أي التنمية بشكل عام. هذا الآن التمثيل الصوري للحرية في إطار الحديث عن التنمية development من منظور الاقتصادي الاجتماعي وربما السياسي، تندرج تحت تصنيفين. التصنيف الأول هو الحرية السالبة والتصنيف الثاني هو الحرية الموجبة. الحرية السالبة زائد الحرية الموجبة تعطينا التنمية بشكل عام.